يا صباح الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم. معانا حاجات كتير جدا النهارده في حلقتنا واخبار وكواليس كتير باذن الله. ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم في يوم وصباح جديد مليان بالتفاؤل والسعاده والامل في صباح اون تايم. كلامي مع حضراتكم النهارده بالدوري الافريقي واللي واخد طبعا اهتمام كبير جدا، اهتمام اعلامي وجماهيري في النسخه الاولى منه. امبارح تاهل النادي الاهلي للدور نصف النهائي، يمكن بصعوبه شويه. وليه بقول بصعوبه؟ لانه من غير المنطقي ان الاهلي يفضل لغايه اخر 10 دقائق او 12 دقيقه مهدد بالخروج من البطوله وعلى ارضه في وسط الجماهير العظيمه في الحقيقه اللي كانت موجوده امبارح في استاد القاهره. فرصه كبيره ان الجهاز الفني مستر مارسيل كورر ومجموعه اللاعبين ان هو يخرج باكبر استفاده من اللي حصل امبارح. الأهلي تأهل للدور نصف النهائي عشان يكون على موعد مع سان داونز في لقاء تحدي كبير جدا، وتقدر تقول أنه نهائي مبكر بعد ما سجل تعادل إيجابي بهدف لكل فريق مع سيمبا التنزاني، مستفيد طبعا من فكرة احتساب الهدف بهدفين في مباراة الذهاب اللي كانت في تنزانيا. خلينا ندخل اكتر في تفاصيل المباراه اللي فيه طبعا لقطات امام حضراتكم منها. كولر بدا بتشكيل في حراسه المرمى محمد الشناوي، كان قدامه معلول، محمد هاني، ورامي ربيعه، ومحمد عبد المنعم. في الوسط كان فيه اليو ديانج ومروان عطيه، قدامهم حسين الشحات وقفشه وبيرستا، ومهاجم وحيد هو كهربا. امبارح ومن الدقيقه الاولى لاعبي الاهلي خصوصا لاعبي الخط الامامي بيرستا والشحات وكهربا وصلوا المرمى المنافس اكتر من مره، اكتر من كوره خطيره في الشوط الاول، ولكن اضاعوا كميه اهداف كفيله ان هي كانت تخلي الاهلي ينهي الامور من بدري بدل ما يوصل لاخر 10 دقائق. وكان في حاله قلق كبيره جدا طبعا لان الفوز او التاهل اتاخر. جماهير الاهلي يمكن لغايه اخر 10 دقايق ما كانوش عارفين الاهلي مكمل في البطوله ولا لا. الشوط الثاني الاداء يمكن استمر بنفس الوتيره، هجوم مستمر مع لاعبي الاهلي، تكتل دفاعي من سيمبا التنزاني بيدافع بشكل كبير جدا، من كره مرتده استغل لاعبي سيمبا اندفاع لاعبي الاهلي وسجل هدف في توقيت صعب جدا، كهرب الامور بشكل كبير في استاد القاهره. لكن الحمد لله باسيست من طبعا علي معلول المتألق للمهاجم طبعا كهربا، نجح النادي الأهلي في ان هو يدرك التعادل في الدقيقة 76. بعدها يمكن الدقيقة الأخيرة مرت بشكل منطقي ودفع كولر بالمهاجم موديست بدل من كهربا في الدقيقة 86، احتسب حكم المباراة 6 دقائق، انتهت بتأهل أهلاوي للدور نصف النهائي من البطولة. يمكن التأهل جه بشق الأنفس، ولكن نقول مبروك، ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهوره، التأهل للدور نصف النهائي. لكن نقطة ومن أول السطر، اللي حصل امبارح هيكون صعب جدا أنه يتكرر أمام سان داونز، لأن طبعا في فرق المنافس الجنوب أفريقي منافس شرس جدا
متمرس في اللعب امام الاهلي، وتاريخ المواجهات بين الاهلي وصن داونز بيقول ان مباراه الدور نصف النهائي مش هتكون سهله على الاطلاق. نتيجه مباراه صن داونز وبيترو اتلتيكو طبعا انتهت بالتعادل 0-0. كانت مباراه الاياب انتهت بالذهاب عفوا انتهت ب 2-0 لصن داونز. دي المباريات طبعا اللي على اثرها تاهل طبعا النادي الاهلي لنصف النهائي. بنتمنى ان شاء الله ان المباراه القادمه تكون مباراه لصالح النادي الاهلي. مباراه هتكون صعبه ولكن قادر باذن الله الاهلي يحسمها امام صن داونز المنافس العنيد. بقول عنيد تاني مره لان هي مباراه مش هتكون سهله ابدا. مارسيل كولر امبارح كان ليه بعض التصريحات بعد انتهاء المباراه في المؤتمر الصحفي. خلينا نشوف قال ايه ونرجع مره تانيه مع حضراتكم. أنا معترض بس في البداية على موضوع الأداء الغير مقبول، لأن رؤيتي مختلفة تماما. أنا شايف إن إحنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل، مسيطر عليها أكتر كمان ماتش الأولاني، مسيطر عليها لمدة 90 دقيقة. المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحية الجون بتاعنا غير مرتين، لكن أنا المشكلة الوحيدة اللي كانت النهاردة إن إحنا بنضيع جوان كتير، ما جبناش جوان على الفرص اللي إحنا بنضيعها. لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما، ان انا مكتف منافس قوي جدا، ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه. ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3-4-0. الماتش كان على الحافه في اللحظه اللي هم جابوا فيها جون. عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في رتم الماتش، في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على الحافه فعلا، انزل لاعب لسه هياخد رتم، اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين ثلاثه عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس. ف مش هينفع ان انا في اللحظات اللي كان الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في رتم الماتش، اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله. فقررت وفكرت ان انا اخلي اللعيبه اللي لسه سخنه وبتجري وشغاله، واحاول ان انا اعدي بماتش بره الامان. بالنسبه لامام، ان بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه، هو بقاله دلوقتي داخل على حوالي 10 ايام من ساعه ما بيتمرن معانا، مفيش تمرين، عارف يعني، حاسس ان هو مش مديني 100%. كل تمرين بينزل بيزكك شويه ويجري خفيف، ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشده. فانا قررت ان انا بعد النهارده قلت لا، هنوقف، لازم اكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا ونشوف في ايه. انا عندي احساس ان ممكن يكون في حاجه احنا مش شايفينها، نشوفها ونكشف عليه مره تانيه نشوف ماله. لان ولو طلع مفيش حاجه، لا لازم هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخفف التمرين وينزل ماتشات 100%. يعني تتمرن 100% هتلعب 100%، لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش. فلازم نطمن عليه الاول طبيا، وبعدين نشوف هيتمرن كويس ازاي الفتره الجايه. نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه، ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير. ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس، محتاج تركيز اكتر، محتاج فوكس اكتر جوه ال 18، شراسه اكتر جوه ال 18. لازم الفرص اللي بتجيلنا دي تتحول لاهداف، لان النتائج بتتغير تماما. لما حضرتك تتقدم 3-4-0 مثلا، خلاص الماتش انتهى، المنافس مش هيروح عليك اصلا، الموضوع بيبقى خلص. لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت، وده محتاج تركيز من اللعيبه اكتر من كده بكتير جوه ال 18. في الحقيقة كلام منطقي من مارسيل كولر. طبعا التصريحات ما بعد المباراة، هو راضي. يمكن البعض ما كانش راضي عن أداء الفريق لأن كان شايف أن ممكن نادي الأهلي يخرج بسكور أكبر من كده، وده الكلام اللي الراجل قاله. قال أن احنا كنا مسيطرين بشكل كبير جدا، ولكن هو يعي تماما الفترة القادمة مش فترة السيطرة على المباراة، أكيد ترجمة لأهداف، ده شيء مهم جدا في المباراة القادمة أمام صن داونز. أيضا كان في جزء من التصريحات للمدير الفني لستامبا التنزاني روبرتو أوليفيرا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي. خلينا نشوف. كانت مباراة هامة اليوم وصعبة أيضا في ذات الوقت. الأهلي هو أفضل فريق في إفريقيا، وكان علينا احترامه، وكما قلت تهنئتي للخصم للنادي الأهلي، لأن هدفنا كان هو التأهل. ولكن تهنئة للاعبي فريقي أيضا، لم يكن اللعب مباراة سهلة خاصة على أرض الخصم، وكان هناك وقت ولم يكن هناك كما قلت العديد من الهجمات اليوم افتقد الفريق، ولكن
لكن أحرزنا هدف قبل أن يحرز النادي الأهلي هدفه. لعبنا بشكل جيد، وأنا على يقين بأن الكثيرين يحترمون فريق سيمبا الآن لكرة القدم التي يقدمها، لأنه وفي بداية الموسم كان أداؤنا جيدا وأعطينا أولوية أيضا للفريق ولكرة القدم. سعيت اليوم بأن أقدم نموذجا جيدا لكرة القدم في إفريقيا ولهذا الدوري، لأنه تعادلنا هدفين في على أرضنا وهدف لهدف خارج الأرض. هي نتيجة وكرة جيدة للاعبي الفريق، وهذا كانت نتيجة إيجابية. المدير الفني ايضا لسامبا التنزاني يمكن من كلامه هو راضي عن اداء الفريق، شايف ان هو يعني احرز الهدف الاول قبل ما النادي الاهلي طبعا يحرز هدف التاهل، ولكن اكيد كان بيامل وبيطمح ان هو يتاهل على حساب النادي الاهلي. قال النادي الاهلي فريق كبير في القاره السمراء، واكيد كان بيعمل له الف حساب. بنرجع نقول مره تانية الف مبروك للنادي الاهلي تاهله لنصف النهائي، وان شاء الله مباراته امام سان داونز تكون لحسابه. دلوقتي وصلنا للعبه. سؤالنا النهاردة في اللعبة: كيف يتغلب كولر على مشكلة الفرص الضائعة اللي ظهرت خلال مباراة سيمبا؟ تبعتوا لنا طبعا إجاباتكم، وأكيد إن شاء الله هنقولها في آخر حلقتنا بإذن الله. يوم الخميس هيكون عندنا مواجهتين، الوداد مع أنيمبا، وفرص الوداد أكبر لأنه كسب ماتش الذهاب في نيجيريا بهدف. المباراة الثانية هيكون الترجي مع مازيمبي في رادس، هتكون مباراة الترجي ومازيمبي الساعة 6، الوداد وأنيمبيا الساعة 9. الفرص يمكن تكون متساوية الترجي ومازيمبي، لأن مازيمبي فاز في مباراة الذهاب في الكونغو، لكن الترجي على ملعبه قدام جماهيره عنده فرصة كبيرة جدا في الوصول للدور نصف النهائي. وأكيد طبعا يا ما شفنا مباريات للترجي في رادس بيبقى عامل ازاي. الترجي في رادس في ملعبه وفي وسط جماهيره بيبقى فريق شرس وعنيد، وشمال افريقيا ليهم طريقه، يعني ليهم طريقه لعب، فاعتقد ان ممكن تكون يعني فرص الترجي افضل في مباراته على ملعبه وسط جماهيره. بالحديث عن محمد صلاح، يمكن محمد صلاح اصبح هو الايقونه والرمز اللي كل لاعيبة مصر وكتير كمان حوالين العالم بتبص ليه عشان نفسها تحقق نفس مسيرته. محمد صلاح مش أيقونة لينا بس في مصر، محمد صلاح أيقونة للعالم كله، خصوصا بعد ما بيعرفوا مشواره الملهم من نجريج للمقاولين لبازل بعده تشيلسي فيورنتينا روما وحتى وصوله لليفربول. المشوار ما كانش سهل أبدا، المشوار كان صعب. النهاردة محمد صلاح أصبح هو الأعلى كقيمة تسويقية بين أبناء جيله، بمعنى أن كل زمايله اللي في نفس عمره هو الأعلى كقيمة تسويقية منهم، وده على حساب أسماء كبيرة جدا في كرة القدم ومسيرة طبعا أكيد كلنا بنفخر بيها كمصريين وكعرب. خلينا نعرف أكتر عن القيمة التسويقية لصلاح كأعلى قيمة تسويقية في أبناء جيله، ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. محمد صلاح الأعلى تسويقيا بين أبناء جيله حول العالم، كسر الأرقام وتوج بالألقاب التاريخية وبات نجما وأسطورة من أساطير ليفربول الإنجليزي. إنه الفرعون المصري محمد صلاح الذي وضع نفسه نجما على رأس أبناء جيله حول العالم. لم يكتفي محمد صلاح بكونه أبرز نجوم جيله في المنتخب المصري واللاعبين العرب وحسب، بل فرض النجم المصري نفسه أيضا نجما على أبناء جيله في العالم بأسره من مواليد 1992. محمد صلاح لا يلعب مباراة إلا ويتلاشى أمامه رقم قياسي جديد، ولعل آخرها مباراة إيفرتون
والتي سجل فيها الثنائية رفعت رصيده لثماني مساهمات أمام إيفرتون في 10 مباريات، 7 أهداف وتمريرة حاسمة. وحده ستيفن جيرارد يتفوق عليه ب9 مساهمات فقط. محمد صلاح ساهم مع فريقه ب29 هدفا في آخر 24 مباراة مع فريقه ليفربول، فضلا عن أنه ساهم ب30 هدفا خلال عام 2023 في 31 مباراة، 19 هدفا و12 تمريرة حاسمة، ليكون الأول من لاعب البريمير ليج الذي يحقق هذا الإنجاز في العام. أرقام قياسية عديدة وألقاب توج بها الفرعون المصري مع فريقه ليفربول، فجماهير الإنفيلد لن تنسى أبدا أن صلاح هو الذي أعاد لها لقب الدوري الإنجليزي 2020 بعد غياب 30 عام، ولقب دوري أبطال أوروبا 2019 والذي غاب عن الريدز منذ عام 2005. كل هذا وأكثر جعل صلاح قيمته التسويقية وهو في عمر 31 عاما تبلغ 65 مليون يورو، ليتفوق على أبناء جيله من لاعبي كرة القدم حول العالم، وعلى رأسهم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي الحالي والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام ب50 مليون يورو، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ب45 مليون يورو، والبرازيلي كازيميرو والنمساوي ديفيد ألابا والإيطالي ماركو فيراتي 40 مليون يورو، وغيرهم من أبناء جيله حول العالم. فرض محمد صلاح نفسه عليهم نجما أول في عالم الساحرة المستديرة. شئنا ما أبينا، محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم ومن أفضل لاعبي كرة القدم المصرية إن لم يكن الأفضل، فده مش هنختلف عليه وده مش كلام احنا بنقوله. محمد صلاح كل يوم بيكسر أرقام، بيحقق أرقام قياسية سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الدوري الإنجليزي أو على مستوى العالم كمان مع ليفربول. دايما بقول مصر ولادة، مش محمد صلاح بس هو اللي بيحقق أرقام وبيكسر أرقام. يمكن دايما النجم بيمر بانكسارات وانتصارات، ومن كرة القدم للمصارعة نجمنا طبعا البطل المصري عبد اللطيف منيع يمكن حصل له انكسار بعد طوكيو 2020 والخروج المبكر، ولكن بيعود وبيتألق للانتصارات من جديد، وبعد شهر واحد فقط من تأهله لباريس 2024 بيفوز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية في صربيا حق عبد اللطيف. ومش بيفوز بس، عبد اللطيف منيع انجاز كبير جدا وذهبية جديدة بتضاف لقائمة بطولاته واكتساح، يعني عدم تكافؤ. ميدالية الذهبية لوزن 130 كيلو جرام للمصارعة الرومانية بدورة الألعاب القتالية اللي كانت بتتلعب في السعودية. لاعب منتخبنا الوطني عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة الرومانية بيتوج بذهبية دورة الألعاب القتالية العالمية اللي كانت بتقام في الرياض في الفترة من 20 ل 30 أكتوبر، وحصل عبد اللطيف منيع على الميدالية الذهب بعد فوزه على العراقي أحمد شعلان ب9-0. عرفتوا بقول لكم عدم تكافؤ ليه؟ وكمان يعني بدأ مشواره في البطولة بالفوز على التونسي مهدي بن محمد ب9-0، أيضا عدم تكافؤ في ربع النهائي قبل ما يفوز على المغربي أنس المكبر بعدم التكافؤ أيضا وبنفس النتيجة. حصد لاعب المنتخب الوطني نهاية الشهر اللي فات على برونزية بطولة العالم للكبار اللي كانت في صربيا، وعلى إثرها تأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وبكده بيصبح عبد اللطيف منيع أول لاعب يتأهل في المصارعة الرومانية لباريس. إن شاء الله بنتمنى نشوف ميدالية في باريس على نفس خطى كيشو اللي كانت في طوكيو، ولسه كمان من يومين كان كرم جابر محقق بطولة الرواد، بطولة العالم عالم للرواد. احنا دايما مميزين في المصارعة الرومانية، ان شاء الله نشوف ميدالية في باريس عن طريق ابطالنا المصريين. عايزين نروح لخبر تاني، وهو من وجهة نظري خبر مهم جدا وفي الحقيقة أسعدني جدا على المستوى الشخصي، هو دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الأستاذ حسين لبيب لمجلس الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لزيارة النادي.
وده جه بعد ما قدم مجلس الأهلي طبعا التهنئة لمجلس الزمالك الجديد بعد فوزه بالانتخابات اللي كانت طبعا أقيمت الجمعة اللي فاتت. بيان الزمالك جه كالتالي: تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بكل الامتنان تهنئة النادي الأهلي بتولي المسؤولية، وعبر المجلس عن تقديره لهذه المبادرة الطيبة، ووجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، وقام بدعوته لزيارة مقر الزمالك. وده بيأتي طبعا تأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه طبعا صالح الرياضة المصرية بعد البيان ده. مش هنقول عودة العلاقات الطيبة لأنها بالتأكيد موجودة، بس زيارة النادي الأهلي للزمالك وده لو حصل هتبقى حاجة كويسة جدا من الطرفين، خصوصا أن الفترة الأخيرة في محاولات كمان أن يكون في مباراة بين الفريقين لتخصيص عقدهما طبعا لأهالينا في غزة. وأكيد اللي احنا شايفينه دلوقتي هو خطوات مهمة جدا لإبعاد أي تعصب، وإن الصورة فعلا تطلع حلوة، لأن الأهلي والزمالك أصحاب شعبية كبيرة جدا، والجماهير الأكبر يعني الأكثر جماهيرية في مصر وفي الوطن العربي، وبالتالي أي تصرف بيقوم بيه مسؤولي الناديين في إطار دعم العلاقات بينهم هيعود بالنفع على الكرة المصرية، سواء من تهدئة الأجواء بين الجماهير وبالتالي عودتها بشكل أكبر للمدرجات زي ما شفنا الأعداد بتزيد تدريجيا، ومن هنا هتزيد المباريات قوة وإثارة. فأنا شايفة أن دي بادرة محترمة جدا من مجلس إدارة الناديين، سواء التهنئة أو دعوة نادي الزمالك لمجلس إدارة نادي الأهلي لزيارة النادي، ودي شيم الكبار. يعني أعتقد لما يبقى الناديين الكبار في مصر أو الأكثر جماهيرية، لأن طبعا في أندية جماهيرية كتيرة جدا ولكن هما الأكثر جماهيرية، ويبقى في مبادرة كده، فالقادم أفضل بإذن الله، وده اللي يليق باسم الكرة المصرية والرياضة المصرية. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في صباح أون تايم، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم. وخلينا نروح للدوري المصري بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز دوري نايل. خليني استعرض مع حضراتكم بعض ابرز ظواهر الجولة اللي تأجل منها مباراة وحيدة، وهي مباراة الاهلي والجونة طبعا نظرا لمشاركة النادي الاهلي في الدوري الافريقي. اول حاجة، الاسبوع الرابع كان واحد من الاسابيع اللي مليانة اهداف، تسجيل 27 هدف، كمان لعبنا مباراة أقل، يعني تقريبا نسبة التهديف 3 أهداف في المباراة الواحدة. أكبر مباراة شهدت أهداف هي مواجهة الزمالك مع سموحة اللي انتهت بـ5 أهداف مقابل هدف واحد، من أجمل مباريات نادي الزمالك يمكن في الموسم الحالي، وكمان يمكن الموسم كمان اللي فات، تألق بشكل واضح جدا لشيكابالا اللي سجل وصنع في فوز الزمالك الكبير. كانت مباراة طبعا يعني يمكن لكل جماهير نادي الزمالك من أفضل المباريات من فترة كبيرة، ما شافوش الزمالك بيلعب بالانسجام ده وبالشكل وبالروح ده، وغزارة التهديف دي يمكن كانت غايبة عن نادي الزمالك. نفس الكلام مباراة المقاولين العرب مع زد اللي كان فيها 6 أهداف بعد التعادل 3-3، وكانت واحدة من المباريات الجدلية. مباريات جدلية ليه؟ لأن كان فيها 5 ضربات جزاء، ودي يمكن واقعة نادرة الحدوث في الكرة المصرية أو في الكرة عموما، نادر جدا لما تشوف مباراة بيحتسب فيها 5 ضربات جزاء. التعادل كان حاضر كمان في مباراتين، الأولى كانت مواجهة بلدية المحلة مع الاتحاد السكندري، يمكن أمام حضراتكم دي كانت مباراة زد والمقاولين العرب اللي انتهت بالتعادل في آخر دقيقة، يعني تقريبا آخر دقيقة كانت انتهت بالتعادل ب3-3 زد أمام المقاولين العرب، بيخرج كل فريق بنقطة من
المباراة. التعادل زي ما قلت لحضراتكم سيطر على مباراتين، مباراة الاتحاد السكندري مع غزل المحلة انتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، بعد ما كان البلدية متقدم بهدفين، سجل الاتحاد أيضا في الشوط الثاني هدفين وقدر أن هو يدرك التعادل في مباراته أمام البلدية. أما التعادل في المباراة الثانية زي ما قلت لحضراتكم كان في مباراة المقاولين العرب مع زد اللي انتهت بيه 3-3. نتيجة مباريات 1-0 كانت موجودة في 3 مباريات، أولها كانت مع المصري وفوز المصري على طلائع الجيش عن طريق فخر الدين بن يوسف اللي أمن بيه فوز المصري في مباراة المصري. أما المباراة الثانية كانت فوز فاركو المثير جدا على الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية بهدف أيضا دون رد، سجل الهدف رزقي حمرون في الثواني الأخيرة من المباراة في أول قيادة فنية للكابتن خالد جلال مدرب نادي فاركو اللي قدر يفوز 1-0 على الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية. أما المباراة الثالثة اللي انتهت بيه 1-0 كان فوز بيراميدز على مودرن فيوتشر في لقاء أهل القمة بهدف ذاتي سجله مدافع مودرن فيوتشر محمد عبد السلام في مرمى. يمكن مباراة ما كانتش الأقوى، كانت غير المتوقع، البعض كان متوقع أن المباراة تبقى أقوى من كده، ولكن هدف المباراة الوحيد كان بالخطأ في مرمى من عبد السلام. بعد نهاية الجولة الرابعة أصبح بيراميدز متصدر جدول الترتيب مع 10 نقاط، بيجي بعد منه مودرن فيوتشر 9 نقاط، نفس الرصيد المصري ب9 نقاط في المركز الثالث، وبعد كده بيجي نادي الزمالك في المركز الرابع عنده 8 نقاط. أما متذيلي الجدول الترتيب آخر 3 مراكز من نصيب أندية الجونة مع نقطتين، لعب مباراة أقل من المقاولين اللي معاه أيضا نقطتين، ولغاية دلوقتي المقاولين مش نفس الفريق في الحقيقة اللي ماشي بشكل مميز الموسم اللي فات. مقاولين شكله مختلف وأداؤه مختلف، يعني مش عارفين إيه سبب البرجلة عند المقاولين. أما المتذيل الدوري فهو البنكي الأهلي بدون رصيد من النقاط بيجي في المركز الأخير، وده برضو علامة استفهام كبيرة جدا على البنكي الأهلي. تدعيمات كبيرة عملها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي، ويمكن كلنا قلنا أن البنك الأهلي بيطمح أو عنده طموح في دوري نايل بالشكل الجديد، ولكن كانت مفاجأة أن حتى الآن 0 من النقاط، متزيل جدول الترتيب. هدافي الدوري حتى الآن بعد الجولة الرابعة الهداف طبعا الكبير المتميز جون موبولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري مسجل 4 أهداف، وخليكم فاكرين أن موبولولو هيبقى عليه صراع كبير جدا في الميركاتو الجاي. يمكن من الموسم اللي فات ناس كتير حاولت أن هي تتواصل، ولكن الاتحاد السكندري تمسك بموبولولو معاه بنفس الرصيد نجم النادي الأهلي بيرستاو طبعا نجم الجنوب أفريقي، وأيضا 4 أهداف. مفاجأة الدوري حتى الآن هو نجم بلدية المحلة ونادي الزمالك السابق حسام أشرف كمان مسجل 4 أهداف. دي كانت أبرز ظواهر الجولة الرابعة، ويمكن حبينا نعمل جولة سريعة كده في دوري نايل ونشوف أبرز الظواهر. مسابقة الدوري نشوف انطلاق الجولة الخامسة اللي هتبدأ يوم الجمعة اللي جاية وهتمتد على مدار 4 أيام. إيه الشكل هيبقى مختلف إزاي؟ هل في فرق بتطمح إن هي من بدري تحسم الأمور؟ إحنا لسه مبكر جدا، ولكن أكيد دايما بنقول إن حصد النقاط مبكر بتخلي الفرق ترتاح بعد كده. خلينا نروح من دوري نايل لدوري المحترفين. امبارح اختتمت مواجهات الجولة الخامسة من البطولة، كان في 4 مباريات. الأولى كانت بين الاتصالات وأبو قير للأسمدة، وقدر أبو قير إن هو يفوز فوز غالي طبعا بهدف دون رد، وده ثالث خسارة على التوالي للاتصالات مع كابتن جمعة مشهور بعد ما حقق الفوز في أول مباراتين أبو قير الأسمدة مع كابتن أيمن المزين بالفوز ده الغالي بهدف رفع رصيده للنقطة 7. في المقابل توقف رصيد الاتصالات عند النقطة 6 طبعا بعد فوز أبو قير للأسمدة
بهدف دون رد. المباراة الثانية كانت ما بين بروكسي مع رايا وانتهت بفوز بروكسي بهدفين دون رد، وبيرفع بروكسي كده رصيده ل 8 نقاط، في المقابل طبعا توقف رصيد رايا عند النقطة 5. المباراة الثالثة كانت ما بين جمهورية شبين والقناة، انتهت بفوز القناة بهدف لا شيء. جمهورية شبين مع طبعا كابتن عصام شعبان بيتوقف رصيده عند النقطة 4، في المقابل القناة مع الكابتن محمد حليم بيرفع رصيده للنقطة 10 في المربع الذهبي. المباراة الأخيرة اللي كانت في دوري المحترفين كانت ما بين السكة الحديد ووادي دجلة، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وطبعا كده بيفرط الفريقين في فرصة التقدم خطوة لقمة جدول المسابقة. السكة الحديد رفع رصيده للنقطة 7، نفس الكلام وادي دجلة رفع رصيده للنقطة 7، ويمكن ده كان يعني حصيلة مباريات أمس في دوري المحترفين. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لـ On Fire News. خلينا نبتدي أخبارنا من أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر إن هو يمنح اللاعبين راحة النهارده قبل التحضير لمباراة سان داونز والسفر لجنوب أفريقيا اللي هيكون بكرة بإذن الله. بيخوض الأهلي مباراة الذهاب في نصف النهائي خارج ملعبه، والمقرر هيواجه سان داونز يوم الحد اللي جاي بجنوب أفريقيا. إن شاء الله نتمنى له تكون مواجهة موفقة وتكون صالح النادي الأهلي. زي ما قلت لكم هتبقى مباراة صعبة مش سهلة أبدا أمام سان داونز اللي قابله النادي الأهلي كتير في صوالات وجولات. أيضا من ضمن أخبار النادي الأهلي، الجهاز الفني بيسعى لتجهيز كريم ندفد ومتولي تجهيزهم فنيا قبل المشاركة في المباريات بعد ما تعافى الاثنين من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وانتظموا في التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة سيمبا في ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وطبعا عشان يستعين بهم مارسيل كولر في المباريات اللي جاية. الجهاز الفني للنادي الأهلي عايز يجهز كريم ندفد ومتولي عشان يكونوا طبعا على أتم الاستعداد، يعني أكيد هيحتاج ممكن يحتاج خدمات الفريق هيحتاج لخدماتهم يقدر يستعين بيهم، مع رغبة كمان الجهاز الفني في ان هو يطبق سياسة التدوير بين كل اللاعبين عشان يخفف الضغط على اللاعبين الأساسيين في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين في البطولات المختلفة خلال الموسم الحالي. ولكن أعتقد أن سياسة التدوير صعب تكون في المباراة القادمة، وأكيد يعني مارسيل كولر هيرسى على الشكل أو الشكل اللي بيلعب بيه، مش هيبقى فيه تغييرات كتيرة. نادي الأهلي كمان من ضمن أخباره رفض فكرة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي. في أنباء كتير ترددت الفترة اللي فاتت عن اهتمام أندية قطرية بالتعاقد مع أحمد عبد القادر، يمكن أبرزها الوكر القطري بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي الموسم ده، وتراجعت نسبة مشاركة عبد القادر مع الأهلي في الموسم الحالي في ظل المنافسة القوية في مركز الجناح طبعا بالأهلي، مع وجود لاعبين مميزين في المركز ده، بيرسيتا وعندك الشحات، عندك رضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد الضوي كريستو كمان. ده اللي خلى يعني بعض التقارير تتكلم عن رغبة اللاعب في الرحيل من أجل الحصول على فرصة في المشاركة في المباريات. ده كان سبب الكلام عن أن ممكن يبقى في رحيل لعبد القادر أن هو ياخد فرصة أكبر. من أخبار نادي الزمالك، من أخبار نادي الأهلي نروح لأخبار نادي الزمالك، ومجلس إدارة نادي الزمالك كان حريص على التواصل مع الجهاز الفني خلال الساعات القليلة اللي فاتت طبعا عشان يطمنوا أسوريو على مصيره مع النادي خلال الفترة اللي جاية. ويمكن الكلام ان مجلس إدارة نادي الزمالك بيدعم أسوريو وبيسنده في الفترة اللي جاية، وبيأكد مجلس الإدارة ان هو هيسعى كمان ان هو يقدم كل احتياجات الفريق الفترة اللي جاية، وقالوا ان أسوريو ما يشغلش نفسه بأي شيء غير التركيز مع الفريق والنتائج، والمفروض ان هيبقى في جلسة
ما بين مجلس إدارة نادي الزمالك مع الجهاز الفني واللاعبين، كمان على تقديم الدعم الكامل للجهاز الفني وتوفير كافة متطلبات الجهاز واللاعبين وتوفير أجواء مناسبة لتحقيق البطولات. المجلس بدأ التحرك في ملف إيقاف، يعني يمكن من ضمن الحاجات كمان اللي بتؤكد على الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم، ملف أو حلول انتقالات قبل حلول انتقالات شهر يناير، تدعيم صفوف الفريق، وبدأوا يفكروا في الملف ده واحتياجات أسوريو إيه عشان يقدروا يشوفوا ممكن يتصرفوا في الملف ده إزاي. خبر تاني خاص أيضا بنادي الزمالك، ومجلس الإدارة أيضا بيسعى خلال الأيام اللي جاية للتواصل مع مسؤولي بيراميدز، ده من ضمن كمان حل المشكلات، حل أزمة مستحقات بيراميدز لنادي الزمالك، صفقة عمر جابر ودونجا. واضح كمان أن مجلس الإدارة، يعني الخبر اللي معانا بيقول ان هتبقى فيه يعني هتربطوا علاقة جيدة مع جميع الأندية ومش هيدخل في اي مشكلة مع اي نادي، وبالتالي مجلس الإدارة نادي الزمالك بيرحب بحل الأزمة مع مسؤولي بيراميدز. المبلغ طبعا كبير مش قليل، المبلغ المستحق لبيراميدز 25 مليون جنيه، هيكون صعب انه يدفع مرة واحدة، اكيد نادي الزمالك ومجلسه بيسعوا ان هم يجدولوا المبلغ ويدفعوه على دفعات عشان يحلوا الأزمة مع نادي بيراميدز. في خبر ايضا كمان خاص بنادي الزمالك، وأسوريو كان عامل اجتماع كده مع اللاعبين على هامش المران امبارح في الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، كان حاضر في الاجتماع عبد الواحد السيد مدير الكره، استعدادا طبعا لمواجهه انبي المقبله في مسابقه الدوري الممتاز. أسوريو كان جلسته ليها هدف تحفيز اللاعبين ان هو يقدموا الشكل قوي والشكل اللي ظهروا بيه امام سموحه، واشاد في الحقيقه بمستواهم الفني والبدني المتميز في المباراه الاخيره اللي احرز فيها الزمالك 5 أهداف مقابل هدف وهديمه ثقيله لسموحه. طلب كمان أسوريو من اللاعبين ان هم يشتغلوا اكتر ويبذلوا مجهود اكتر ويحافظوا على مسيره الانتصارات اللي بتعود، قال كمان ان هو عنده ثقه كبيره جدا في جميع العناصر الموجوده في الفريق والروح اللي شافها في مباراة الفريق أمام سموحة، التكاتف كمان اللي موجود ما بين كل أعضاء الفريق وكل اللاعبين، كمان أشاد بمستوى شيكابالا في مباراته أو المباريات الأخيرة وتألقه في لقاء سموحة، وطلب منه أنه هو يستمر على نفس المستوى في الفترة المقبلة. وجود شيكابالا يا جماعة في الملعب طبعا هو تألق فنيا بشكل كبير جدا، ولكن وجوده دايما في الملعب هو رمانة ميزان، قائد في الملعب لنادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك، وأعتقد أن وجوده كمان في مباراته أمام سموحة كان فارق بشكل كبير جدا من تسجيل وصنع أهداف وقد إيه شارك بخماسية نادي الزمالك أمام هدف لسموحة. يمكن خدنا جولة في كل الأحداث الخاصة بكل سواء الدوري المصري الدوري الأفريقي وكمان دوري المحترفين، خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل ضيف فقرتنا الحوارية النهاردة، هيكون معانا أستاذ محمود شاكر المحلل الرياضي وحديث مطول بعد الفاصل، ابقوا معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم مع ضيفنا الكريم اللي انضم لينا أستاذ محمود شاكر المحلل الرياضي. صباح الفل عليك يا محمود. صباح الفل عليك يا أميرة، صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس، وسعيد جدا بتواجدي معاك أول مرة في الاستوديو، أول مرة كان في زوري هنا كان سكايب معاك أنت ويحيى حمزة، فسعيد أكيد بتواجدي معاك في الاستوديو. صباح الفل عليك، أحداث كتير جدا، يمكن خلينا نبتدي بأحداثها. الدوري أو دوري السوبر الأفريقي، مباراة الأهلي وسامبا شفتها ازاي؟ كنت بتكلم في بداية الحلقة وقلت ان البعض قلق، يعني تأخر التأهل ده خلى جماهير كتير قلقت وانت بتلعب في استاد القاهرة في وسط الجماهير الكبيرة دي، شفت اللقاء ازاي؟ بصراحة أميرة لعيبة النادي الأهلي امبارح كانت بتلعب بالنار،
لقينا النادي الاهلي في الشوط الثاني بعد ما الهدف جه بتاع نادي سيمبا، حسينا في شك كبير جدا دخل جوه كل جماهير النادي الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي ان النادي الاهلي خلاص ممكن تكون دقائق معدوده ويطلع من بطوله السوبر الافريقي في اول نسخه ليها. ولكن سريعا ما تدارك لعيبه النادي الاهلي الموقف وقدروا ان هم يتعادلوا. ولكن ليه بنقول لعيبه النادي الاهلي كانت بتلعب بالنار؟ لان احنا كنا اتكلمنا قبل كده كتير جدا وقلنا ان النادي الاهلي لما تتيح ليه فرص كتيره جدا ولما الفرص دي تبقى موجوده لازم الفرص دي تترجم لاهداف طبعا. فالشوط الاولاني في مباراه سيمبا الاولانيه خالص النادي الاهلي اضاع اربع انفرادات كانت كفيله بشكل كبير جدا ان هي تريح النادي الاهلي في الشوط الثاني وان هي تقتل المباراه من الاول على طول. ومارسيل كولر ابتدى في الشوط الاولاني في سيمبا في المباراه الاولانيه ابتدى اكتر من رائع وابتدى بشكل كويس جدا، وكانت المفاجاه بنزور رضا سليم عشان رضا سليم استغلال السرعات بتاعته اللي بتبقى موجوده على الخط وان هو دريبلر كويس جدا وبيقدر دايما بيلعب في المساحات، والنادي الاهلي دايما كان اول اوبشن او اول حاجه بيفكر فيها لعيبه النادي الاهلي اول ما بيحضروا ان هم على طول بيلعبوا للوينجات سواء اذا كان بيرسي تاو او اذا كان رضا سليم. لكن الشوط الثاني النادي الاهلي تراجع بشكل كبير وهنا كان الخطا شويه من مارسيل كولر وبعض قرارات لعيبه النادي الاهلي برده في ترجمة الفرص. لما نيجي نتكلم على المباراة التانية النادي الأهلي ابتدى كويس والنادي الأهلي راح كتير جدا 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 يا أميرة للمرمى نادي سيمبا ولكن أضاعوا فرص كتيرة جدا لعيبة النادي الأهلي. وهنا بنتكلم على إضاعة لاعبي النادي الأهلي للفرص ده بسبب عوامل يمكن أهمها ممكن يكون مفيش كان شيء حالة من عدم التركيز الكبيرة. هم تخيلوا إن المباراة سهلة ودي بقى نقطة تانية وهي ال كان في سهولة كده وتحس إن لعيبة النادي الأهلي داخلة المباراة الريحية. وهي أريحية إن هم عشان لعبوا جيم جامد في المباراة الأولانية فهي مفيش إلا مسألة وقت والنادي الأهلي يقدر يحرز هدف واثنين وثلاثة. طب ده بأمارة إيه؟ بأمارة الفرص الكتيرة جدا اللي ضيعها لعيبة النادي الأهلي وكان فيها جزء فردي كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. يعني احنا دايما كان اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي في الثلث الهجومي او الثلث الاخير ان هم دايما في تنوعيه في الثلث الاخير او جوه ال 18 دايما بتلاقي السويتشات اللي بتحصل اذا كان ما بين علي معلول او اذا كان ما بين مثلا حسين الشحات او اذا كان ما بين مثلا امام عاشور لما بيلعب او شفنا امبارح محمد مجدي قفشه الناحيه الثانيه بتشوف محمد هاني بيخش جوه عمق الملعب وبيرسيتا وهو اللي ماسك الخط. فدايما في تنوعيه كبيره جدا عند لعيبه النادي الاهلي ولكن كان مشكله في قراراتهم في الاخيره في اللمسه الاخيره على جوه ال 18 كانت قرارات فرديه بشكل كبير جدا. يمكن في واحده لحسين الشحات ان الكوره دايما حسين الشحات بيلعبها حسين الشحات دايما بيعمل خداع للراجل بتاع الباك اللي بيلعب قدامه وبيسحب في المساحه الفاضيه وتتلعب له الكوره من ظهره وحسين الشحات عدى من الاول وقطم لجوه اللي هو بيسموه يعني الانسايد وينجر يخش لجوه وبيقطم واول ما يجي يشوط يا اميره هو وشه اصلا بره الكادر تماما بتاع الجون ووشه الناحيه الثانيه خالص مش معدول وضعيه جسده ووضعيه التشريحي بتاع جسده مش معدول خالص. الراجل لما حط وش رجله الكره طلعت في حته ثانيه خالص. الكور دي كلها كان النادي الاهلي بيستغلها افضل استغلال علشان كان فمع الوقت مع الاستمراريه بتاعه الوقت وفي اضاعه الفرص الكتيره جدا بدا يبقى فيه تسرع بالظبط بقى لغايه وعاوز اقول لك على حاجه كل الناس اللي قاعده بتتفرج امبارح على المباراه قاعده مستنيه الهدف اللي هيجي في النادي الاهلي لان السيناريو كان غريب جدا. حتى الهدف اللي سيمبا جابه كان هدف كوميدي ان الراجل بيلعب بدماغه خبطت في دماغ زميله اللي كان بينط اصلا وقامت داخله في الشناوي مع ان الكره هي جت بطريقه عشوائيه يعني مش مدروسه مش شكل لعبه اصلا مع كمان ان الاهلي بدا يفقد تركيزه يعني تحس ان في حصل لخبطه وساعه الهدف. ليه بقى بنقول ان لعيبه النادي الاهلي امبارح كان بتلعب بريسك كبير جدا؟ لان في الماتشات اللي زي دي في المباراه اللي النوك اوت ستيجز ان انت مباراه الاقصائيه انت ممكن الفريق اللي قدامك لو عشوائي يجرك للعشوائيه بتاعته وده اللي حصل في المباراه الاولانيه اللي انا ده قال اتعادل 2-2 الاهلي كان ممكن يخلص الجيم الشوط الاولاني. الشوط الثاني كورتين واحده ثابته والثانيه اللي اتلعبت بالعرض وفضلت تنط لغايه لما دخلت في الشناوي هي كور عشوائيه بشكل كبير. فانت ممكن تلاقي مره واحده ان انت في 10 دقائق فاضل 10 دقائق على نهايه المباراه الموضوع متقفل ممكن اللعيبه دي لعيبه سيمبا ممكن تضيع وقت وتعقرب الماتش بشكل كبير وتكهرب الماتش وتلاقي النادي الاهلي بره البطوله. فاحنا بنتكلم لما بيكون في تنافسيه عاليه لما بتلعب في بطوله زي دوري ابطال افريقيا بتلعب في زي الدوري الافريقي بتلعب في زي بطوله في كاس العالم مثلا للانديه انت مهم عندك جدا ترجمه الفرص لان انت الفرص دي لازم تبقى عزيزه قوي على لعيبه النادي الاهلي. وده ياخدنا لقصه ثانيه مهمه جدا يا اميره وهي المهاجم بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي
مفيش شك ان لعيبه النادي الاهلي كلها او اللعيبه اللي في الثلث الامامي خصوصا واحد زي محمود كهربا من افضل اللعيبه الموجودين ومن افضل الفراوده الموجوده في مصر، ولكن دايما بنتكلم وبنقول النادي الاهلي يفتقد الى المهاجم اللي يقدر يحول الفرص او يحول الربع فرصه الى هدف، لان احنا بنتكلم لما الاهلي يروح يلعب في كاس العالم للانديه وهو الحلم الاكبر لجماهير النادي الاهلي هيبقى فيه مشكله كبيره جدا لو كل الفرص دي اتيحت ليك وما عرفتش ان انت تترجمها. المهاجم السوبر استحاله يضيع كم الفرص دي، المهاجم السوبر يعني بنقول دايما بيستغل مش انصاف ارباع الفرص او اثمان الفرص، معرفش بيقولوا عليها ايه، بس اللي هو جات لك فرصه لازم تترجم لهدف على طول. الاهلي اضاع كميه فرص مرعبه وده خلى الجماهير قلقانه، خلى امبارح في انتقاد كبير لاداء النادي الاهلي، وكمان خلى البعض فكر ان ممكن يبقى في خروج مبكر للاهلي من البطوله. ما انا بقول لك انت امبارح في دخل شك كبير جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي وبين اداره فنيه للنادي الاهلي وما بين جماهير النادي الاهلي قاعده بتتفرج ان الاهلي ممكن يبقى خلاص، الاهلي ان الجون دخل تقريبا في اخر 20 دقيقه وممكن الماتش كان يتعرض بشكل كبير، وبعد الجون اللي جه كان في كره ثانيه كانت ممكن تدخل كان هيبقى 2-0 كان هيبقى الموضوع صعب جدا. فاحنا بنتكلم علشان خاطر حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي بيدور على مهاجم بقاله سنتين يا امير مودست، مع احترامنا الكامل ليه، لعيب التاريخ بتاعه كويس، السي في بتاع مودست كويس جدا، ولكن لما نيجي نبص على ارقام الراجل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها نلاقي ارقام الراجل بعيده جدا جدا. اخر مباراه رسميه شارك فيها بنسبه 90 دقيقه كان يوم 1/10/2022، يعني احنا بنتكلم في اكتر من سنه وثلاث اسابيع مودست لم يشارك في مباراه 90 دقيقه كامله مع لعيب عنده 35 سنه. دي بتبقى مشكلة كبيرة طبعا. جدا ان انت عشان ترجع تاني تجيب مردودك البدني هتاخد وقت كبير جدا جدا عشان ترجع تاني تاخد مردودك البدني، لان انت لما تيجي تأهل لعيب عنده 35 سنة غير لما تأهل لعيب عنده 30 سنة. والنقطة التانية وهي المهمة، مودست قوة مودست فين؟ قوة مودست في الكور العالية، قوة مودست في الكور اللي بتتلعب اللي هو يقدر ياخد فيها الجامب والتيك اوف يطلع بس. هل النادي الاهلي كل الفرق اللي هتلعبه في التنافسية العالية زي السوبر الافريقي او زي دوري ابطال افريقيا او زي كاس العالم للاندية هيلعبوا تحت الكرة؟ بالعكس، النادي الاهلي هيلاعب مستويات عاليه جدا. احنا بنتكلم النادي الاهلي ممكن يقابل الاتحاد السعودي، لو عديت من الاتحاد السعودي انت بتتكلم هتلاعب بطل كوبا ليبرتادوريس، فالتنافسيه دي عاليه جدا، الفرصه اللي تجيلك لازم تتاح لك. غير كده مودست الستايل بتاعه لو النادي الاهلي هيلعب على الكاونترز او الترانزيشنز او التحولات، هل مودست عنده السرعه بتاعه العدو او ان هو يعمل التحول ده ويقطع في اقصر الوقت ان هو يقطع مسافات كبيره؟ لا، مودست راجل تارجت مان بيلعب جوه ال18، فمودست ممكن نستغله فين؟ نستغل مودست كفريق النادي الاهلي في ان انت الكور العرضيه لما تتلعب لك ان انت تقدر ان انت تاخد الجامب والتيك اوف والالتحامات الهوائيه مميز فيها جدا، ولكن على الارض عنده مشكله كبيره جدا. فهنا نرجع تاني للقصه بتاعت مين هو. انت قيمت الصفقه دي ازاي؟ لا، الصفقه دي انا بالنسبه لي صفقه عليها مش علامات استفهام، لان هو لعيب كلنا اتفرجنا على لقطاته لما جه، بس السؤال هل هو هيفيد النادي الاهلي؟ والسؤال الثاني الاهم، هل هو اعلى من كواليتي اللعيبه اللي موجوده عند النادي الاهلي؟ والسؤال الثالث، هل هو يستحق ان يلعب على كهربا برغم ان كهربا بيضيع فرص كتير جدا، ولكن حركيه كهربا، لمسات كهربا في الملعب، كهربا بيلمس كوره كم مره، كهربا بيعرف ازاي يتحرك في ظهر المدافعين، واللمسات دي بتبقى خطره ازاي؟ يعني كام لمسه مودست بيجيله كور كتير جدا يا اميره، بتحس ان هو جسمه متخشب، بتحس ان هو لسه تقيل، التويست والموبيليتي المرونه اللي بتبقى موجوده في اي لعيب لسه مش موجوده عنده، دي ممكن ترجع له ممكن يكسر الدنيا، بس انت بتتكلمي في 35 سنه، المردود البدني بتاعه عشان يبدا يرجع يلم تاني والفايبرز وبتاعه العضلات والكلام ده كله مختلفه تماما عن محتاج وقت ويا لا يعني يا لا، عارف انت بالزبط. الحسبه دي حاجه بقى تالتة والوقت اللي هو النادي الاهلي ما بيصبرش، النادي الاهلي صعب ان هو يصبر، انت عايز لعيب جاهز يجي يحقق على طول التارجت اللي انت حاطه. لا النادي الاهلي بيصبر ولا جماهير النادي الاهلي بتصبر ولا البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بنصبر. احنا النهارده بنتكلم في يوم تقريبا 23/10، يعني احنا خلاص داخلين على اخر شهر عشر، احنا بنتكلم بدانا نخش في نص الموسم من الدور الاولاني ومودست حتى الان لم يصبح جاهزا، فهو السؤال ايه اللي هيضيفه مودست للنادي الاهلي؟ وبالمناسبه احنا ما بنقولش ان هو لعيب وحش، هو لعيب كبير وشفنا لقطاته وشفنا التاريخ بتاعه لما دخلنا على الترانسفير هيستوري بتاعته وشفنا الارقام بتاعته، لعيب اكتر من رائع في وقت من الاوقات، ولكن ده كان في البيك بتاعه او في الوقت الافضل بتاعه. طب السؤال هنا، هل مودست دلوقتي هيقدم الادوار اللي كان بيقدر يقدمها من ثلاث سنين في كولن؟ ده سؤال مهم جدا. والسؤال الثاني، ايه الوقت اللي هيحتاجه النادي الاهلي عشان مودست يرجع يبقى فت
ان هو يقدر يخش جوه المنظومه. لان تأميرة ما تيجي تبص على لعيبه النادي الاهلي كلها وموديست هتلاقي فيه فرق كبير ما بينهم جدا في الشكل في الديناميكيه في طريقه الجاريه، باين ان هو لسه بعيد. ولكن لان مش عاوزين نستعجل في الحكم عليه، ولكن هل جماهير النادي الاهلي هتستحمل اكتر من كده؟ يعني انا اللي عارفه امبارح كهربا ضاع فرص دي، كل الفرص الكتيره ضاع في الشوط الاولاني دي، مدير فني معاه فيرود جامد على الخط هينزل فيرود ده خلص له الماتش، ولا لسه ما حصلش. فاحنا بنتكلم كده ليه؟ السنه اللي فاتت ريال مدريد لعب في المباراه النهائيه في كاس العالم للانديه نادي الهلال السعودي، المباراه تقريبا اعتقد خلصت 5-2، ان الهلال السعودي جاب هدفين، الهدفين كانوا من هجمتين فقط للهلال السعودي اللي جابها موسى ماريجا. موسى ماريجا اللاعب المالي هو راجل سريع جدا، كره كانت برده مرتده من الهلال السعودي، راجل قدر يسبق ويعدي عشان عنده السرعات. فهو ده اللي انت محتاجه. النادي الاهلي بياخد الدوري، النادي الاهلي بياخد دوري ابطال افريقيا، يعني كل ده النادي الاهلي متمرس عليه، ولكن القصه كلها في الطموح الجديد اللي انت عاوز توصل له، في التنافسيه اللي انت رايح تلعب فيها، فمحتاجه كواليتي وجوده لعيبه عاليه جدا تناسب المناسبه اللي هي مثلا زي كاس عالم انديه او زي الدوري الافريقي. وليه بقول لك سوري انا اسف اميره قبل ما تقولي لي حاجه عاوز اقول لك، ليه بنقول الكلام ده؟ لان انت لما تيجي تلعب سان داونز موضوع مختلف تماما عنك. لسه هنروح لسان داونز بس انت ما تسرقنيش كده في الاحداث. دلوقتي كولر قال ان الناس انتقدت لعب النادي الاهلي، ولكن انا شايف ان اللاعبين لعبوا كويس. هنقف عند النقطه دي وهتقولي رايك ايه في التصريح ده. الراجل كمل بقى ومن ذكائه ان قال لك احنا كان عندنا فرص كتير ولكن اهدرنا ولازم نشتغل على دي الفتره الجايه. هل اهدار الفرص ده تقدر تقول ان النادي الاهلي لعب كويس؟ ما هو انت في الاخر لو ما ترجمتليش لاهداف انت كنت هتبقى اوت البطوله. طيب خلينا نتكلم بصراحه شديده، هي المشكله في مارسيل كولر ولا كانت المشكله في لعيبه النادي الاهلي؟ ايه المطلوب من اي مدير فني في الدنيا؟ المطلوب من اي مدير فني في الدنيا ان هو بيذاكر الفريق اللي قدامه، بيحط التاكتكس المعينه المناسبه للاعيبته والمناسبه للشكل بتاع لعيبته وطريقه لعبه ومقاومات لعيبته، فبالتالي اقدر ان انا اوصل لعيبتي ان هي تروح عند الجون. ترجمة الأهداف دي مش بتاعة المدير الفني. مارسيل كولر مش هينزل من الخط ينزل هو يحط الكرة في الجون. أنا اللي مطالب مني كمدير فني إن أنا أوصلكوا إن أنتوا تروحوا جوه 18. طب لما أنا أوصلك أكتر من 6-7 مرات في شوط واحد إن أنت وبص شغل واضح وشغل طبعا. إيه مش شغل، يعني مع احترامي الكامل للكل اللي بيتكلم على مارسيل كولر، هو الشغل اللي بيحصل ما كانش ارتجال من لعيبة النادي الأهلي، لا ده تاكتكس محفوظة ومتعادة ونمطية بتتكرر على طول مع مارسيل كولر وفي منظومه مارسيل كولر. هتلاقي حسين الشحات بيرجع وبياخد وبينط بيروح في انصاف المساحات، وبعد كده الكره بتوصل عند الجون. قرار بيبقى دايما القرار الاخير من لعيبه النادي الاهلي دايما بيبقى خاطئ. فده ياخدنا لنقطه ثانيه، هي لعيبه النادي الاهلي وحشه؟ لا، لعيبه النادي الاهلي من اعلى اللعيبه الجوده اللي موجوده في مصر، ولكن زي ما بقول لك حاله من عدم التركيز، بعضا من الرعونه في احراز الاهداف. وخدي بالك الروتيشن اللي عامله مارسيل كولر مخلي كل لعيب بينزل عنده فرصه يلعب لعيبه ماتش النهارده، مش هلعب الماتش الجاي فانا عاوز اثبت نفسي. فده بيخلي بعض الفرديه في قرارات لعيب النادي الاهلي في قدام الجون، يعني ممكن تلاقي اللعيب فرصه النهارده هتجيلي، طب ما انا ترجمها الهدف، ما يفكرش ان هو يديها لزميله اللي هو ممكن يحرز هدف فعلا. وعاوز وانا بتكلم خلص. لو نجيب الهدف اللي احرزه النادي الاهلي امبارح بتاع محمود كهربا ووريكي الفرق ما بين واحد زي علي معلول وما بين لعيبه النادي الاهلي كلها. لعيبه النادي الاهلي كلها طبعا كل الاحترام والتقدير ليها، ولكن علي معلول القيمه بتاعه علي معلول ان هو بجد علي معلول لما يمشي من النادي الاهلي او علي معلول لما يعتزل ان الكوره المحليه او المصريه هتفقد، يعني هتفتقد واحد من اعظم وافضل اللعيبه اللي جم في تاريخ الدوري المصري، جم في تاريخ النادي الاهلي. علي معلول لا يمكن ان يعوض بسهوله لان هو لعيب ذكي جدا من اذكى اللعيبه اللي ممكن تشوفيها. لو شفنا الهدف اللي احرزه النادي الاهلي هو الفرق ما بين علي معلول وما بين اي حد، ان هو دايما بيبص قبل ما بيلعب الكوره، فعارف الكوره قبل ما تروح فين هتروح لفين، هو شايف السير بتاعها. علي معلول بالظبط هنا، بصي عاوز بصي هنا اميره، بصي على علي معلول لحظه قبل ما يلعب الكوره، قبل ما يلعب الكوره بالظبط لو ترجع عاوز اوريكي هو عمل سكان قبل ما يلعب الكوره، برغم ان في زياده عدديه كبيره للعيبه النادي الاهلي. لو نرجع بس قبل ما علي معلول يلعب الباص هتلاقي ان الراجل رفع عينه في جزء من الثانيه، وهو ده اللي كان بيفتقده النادي الاهلي امبارح، حاجه بعضا من التركيز اللي ممكن لو كان موجود عند لعيبه النادي الاهلي كان هيفرق بشكل كبير جدا. القصه هنا في الهدف اللي جه ده علي معلول لما الكوره اتلعبت له قبل ما يلعب الاوفر بالظبط يا اميره، بص لقى ان كهربا قطع لبره، لعب الكوره لكهربا
بمنتهى البساطه. وهو دايما حلال العقد للنادي الاهلي. يعني انا عاوز اقول لك ما اعرفش الكادر ده ممكن يجي ولا لا، بس هو الكادر ده هيبقى صعب. طيب قبل ما نسيب الاهلي وسيمباتنز او قبل ما نسيب الكلام عن دوري الافريقي، مباراه سان داونز قلت المباراه هتبقى اصعب بكتير طبعا، وليها حسابات تانية تماما، وتاريخ طبعا المواجهات بيقول ان سان داونز الفريق الجنوب افريقي مش فريق سهل ابدا خالص. شايف المباراه ازاي؟ سان داونز هو الفريق الوحيد اللي اخر خمس سنين قدر ان هو يحرز 10 اهداف في النادي الاهلي في سنتين في 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 ماتشين فقط. وسان داونز دايما هو الفريق الاصعب اللي دايما بيواجهه النادي الاهلي. كلنا عارفين ان النادي الاهلي قوته بتبقى في الضغط العالي اللي بيقدر يلعب عليه، في الاستحواذ، والنادي الاهلي دايما بيبقى واخد زمام المبادره او زمام الامور في كل المباريات، وبينزل هو ياخد الابر هاند وينزل هو ياخد الكوره. لما تيجي تلعب فريق عنده جوده عاليه جدا ان هو يقاوم الضغط العالي اللي انت بتعمله عليه وان هو يقدر يطلع بالكوره، فبالتالي اي فريق بيلعب ضغط عالي يا اميره بيبقى فيه مشكله ان هو بيبقى دايما زائق كل الخطوط لقدام، فانت بتلعب بريسك كبير جدا لان انت بيبقى عندك مساحات كتيره جدا خلف ظهرك. ولو انت ومنظومه الضغط ايا كان ببساطه شديده من غير ما نخش في تفاصيل تكتيكيه قوي، لما تيجي تضغط لازم كل الخطوط تبقى قريبه من بعض في الضغط، عشان لما لو في خط من خطوط الضغط اخترق يبقى اللعيبه قريبه من بعض تقدر ان هي تاخد الكوره. ففريق زي سان داونز هو السمه بتاعته ان هو مقاوم للضغط بشكل رائع، بيعرف يطلع بالكوره من اول حارس المرمى وبيقدر يتدرج بالكوره من تحت وباص كتير كتير لغايه لما يعدوا، ولو الضغط عليهم بيقدروا يلعبوا اللونج بول، وزائد ان هم بيتحركوا في انصاف الخطوط، ده بيخلي في ريسك كبير جدا لما النادي الاهلي يجي يلعب مع سان داونز. وده ياخدنا للتغير اللي حصل السنه اللي فاتت مع مارسيل كولر، ان الراجل كان بيلعب باسلوب معين وبنمط معين ان هو بينزل عاوز يطبق الاسلوب بتاعه على اي فريق، حتى في كاس العالم للانديه لما لعب قدام ريال مدريد او فلامينجو برده كان مارسيل كولر مصمم يلعب بطريقه معينه، لغايه مباراه الخمسه واحد او خمسه اتنين السنه اللي فاتت الراجل خلاص بقى يتعامل بواقعيه، انا بقيت عارف ان انا هلعب مع سان داونز، هلعب مع سان داونز بطريقه واقعيه جدا، وممكن العب تحت الكوره وممكن اضايق مساحات. موسيماني تفوق على سان داونز لما كان مدرب للنادي الاهلي ان هو لعب تحت الكوره، كان حاطط رامي ربيعه كاليبرو مع الاثنين مساكين ما بين خط بتوع الاثنين مساكين وما بين الاثنين بتوع نص الملعب، فكان رامي ربيعه دايما بيملى الحته بتاعه انصاف المساحات دي، والنادي الاهلي قدر يكسب بالكاونترز او بالهجمات المرتده. فهنا مش شرط ان انا اطبق الاسلوب بتاعي لان انت هتلعب مع فريق مختلف تماما. موسيماني كان عارف ثغرات سان داونز بالحرف يعني. موسيماني طبعا موسيماني بغض النظر عن ان الناس كتيره جدا كانت بتهاجمه يا اميره، ولكن هو كان راجل حاسم جدا جدا في المباريات الكبيره، النادي الاهلي ما خسرش معاه ولا مباراه كبيره، كان بيذاكر كويس جدا المباريات الكبيره. طب نروح من الدوري الافريقي لمباراه الزمالك وسموحه اللي انتهت بسكور كبير جدا لنادي الزمالك 5-1، شفت المباراه ازاي وشفت كمان وجود شيكابالا كقائد وكمؤثر حتى الان؟ شيكابالا ما زال يعطي للزمالك الكثير. شيكابالا حدوته زملكاويه جميله، كل ما بتقدم كل ما بتحلو. شيكابالا وصل من الهدوء في التعامل مع كل الكور في اوقات صعبه جدا في المباراه وثقه وثبات انفعالي رهيب. شيكابالا في مباراة البنك الأهلي هدف التعادل اللي جه لنادي الزمالك في الوقت أول شوط تاني، أعتقد أول ما شيكابالا خد الكرة أي لعيب تاني في المكان ده يجي يحط وش رجله الكرة تروح في المدرجات، هو بقى عنده هدوء كبير جدا وثقة كبيرة جدا، ودي جاية من الخبرة اللي موجودة عنده إن هو خلاص بقى عارف بيعمل إيه في الملعب. المباراة التانية بتاعة أرتا سولار نفس الكلام برضو، بعد ما نادي الزمالك اتعادل نادي الزمالك كان مطالب يجيب 3 جوان، الراجل قدر إن هو بص هنا الكرة دي، بص هنا يا أميرة، هو اي حد تاني غير شيكابالا في الوقت ده، علشان دي كان بعد هدف التعادل لنادي الزمالك، نادي الزمالك كان مطالب يجيب 3 جوان، هيحط الكره دي بوش رجله هيتعزم، ولكن هو عنده خلاص وصل من الخبره والثقه الكبيره جدا ان هو يحط الكره بليسنج في الوقت اللي زي ده في اول الشوط الثاني، علشان خاطر الجون ده فرق كتير جدا مع نادي الزمالك. فاحنا بنتكلم هنا على قيمه شيكابالا ان هو راجل ممتع، بيعرف يلعب الباص الصغير بشكل كويس جدا، بيعرف يلعب باص طويل، مميز جدا في التسديد في اي مكان في الملعب. شيكابالا ما تبقاش عارفه هو رايح فين وجاي منين من كتر المهاره اللي هو اكتسبها، ومع الوقت شيكابالا اصبح عنده ثبات انفعالي كبير جدا في قراراته جوه الملعب. وهنا بص برضو عاوز اكلمك برضو على الكوره دي، يعني شيكابالا اكتر من مرعب واكتر من حاسم في تسديداته. وهنا ارجع للقيمه بتاعته، قيمه شيكابالا وقيمه زيزو وقيمه مصطفى شلبي، لما بقى عندي الثلاثي المهاري ده يبقى عندهم الكرياتيفيتي، ان حته ان انت حته الابداعيه دي بتحللي طلاسم كتيره جدا وبتحللي مشاكل كبيره جدا. فشيكابالا
بجد يعني 38 سنه من عمره ولحد دلوقتي يقول لي بيكسب نادي الزمالك. اول مباراه اعتقد لشيكابالا كانت من 20 سنه مع نادي الزمالك. تتكلمي في 20 سنه هو نجم الشباك الاول عند الزملكاويه وهو يستاهل ويستحق ده. مباراه الخمسة واحد بتاعت نادي سموحه شيكابالا كان بيعزف ما كانش بيلعب كوره. شيكابالا عمل كل حاجه في الملعب، اسيستات تلاقي، بساط تلاقي، دوره كقائد في الملعب تلاقي. فشيكابالا بجد كل ما بيقدم كل ما بيحلو. وتحية كبيرة أكيد لشيكابالا. عجبني قوي هو شيكابالا حكاية، كل ما بتقدم كل ما بتحلو. خلينا نروح لفاصل، بعد فاصل لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لدوري أبطال أوروبا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. مباريات دوري أبطال أوروبا يمكن بيبقى فيها كتير من المفاجآت والأكثر أنها بتكون مثيرة. محمود، شفت فوز أول إزاي لمانشستر يونايتد على كوبنهاجن اللي ضيع ركلة جزاء يمكن فرصة في الدقيقة 97. مانشستر يونايتد بيمر بظروف صعبة جدا جدا السنة دي. يمكن يا أميرة من السنة اللي فاتت مشكلة كانت كريستيانو رونالدو ورحيله، السنة دي تنهاج عمل تدعيمات ولكن التدعيمات ما كانتش كافية لطريقة اللعب اللي هو عاوز يلعب بيها. مانشستر يونايتد كان بيعاني في الدوري وفي نفس الوقت مانشستر يونايتد كان بيعاني في دوري أبطال أوروبا. امبارح بيحقق أول مكسب ليه على كوبنهاجن وكان قريب جدا من التعادل في آخر دقيقة لولا بقى أونانا الحارس الكاميروني الأكثر جدلا في إنجلترا دلوقتي، بيصد ضربة الجزاء وبيتحول من واحد كل جماهير مانشستر يونايتد بتهاجمه إلى بطل من أبطال امبارح. هي دي كرة القدم طبعا، هي دي كرة. وخدي بالك بقى مباراة، واللي أحرز الهدف بتاع مانشستر يونايتد هو هاري ماجواير، اللعيب الأكثر تعرضا للانتقاد في كل إنجلترا مش من جماهير مانشستر يونايتد بس. وهنا دايما حلاوه الكوره، الكوره في بعض يعني في بعض من الوقت بتديك فرصه ان انت ترجع تاني تقدم اسمك وشكلك بالاسم اللي ليه بيك. طبعا اونانا هو كان من افضل الحراس اللي موجودين السنه اللي فاتت في اوروبا، يمكن من ابرز ثلاث حراس موجودين، عمل سيزون اكتر من خيالي مع الانتر. مش بس ان هو مميز في الخروج بالكوره كحارس، بيعرف يلعب بالكوره كويس جدا، بيعرف يعمل كي باس كويسه جدا مهما ضغط عليه. يعني كان في تصريح شهير جدا لجوارديولا قال لك ان تعالى اونانا هو مضيعه للوقت، ولكن اونانا لما جه مع مانشستر يونايتد والمنظومه مش بتمر بافضل اوقات ليها والدفاع فيه غيابات كتيره جدا، فكان في تغيرات كتيره في الدفاع، فبالتالي استقبل مانشستر يونايتد اهداف كتير، فبالتالي بتلاقي ايه ان بتاثر على شكله واتعرض لهجوم كبير جدا، انتقادات كبيره جدا جدا خصوصا على غير المتوقع. يعني البعض كان فاكر ان هو هيكسر الدنيا، كان جايب دعم كبير جدا من مانشستر، كانت فرحانه بيه جدا، خصوصا الديخية الحارس الاسباني الاسطوري في مانشستر يونايتد مهما كان مر مواسم مش افضل حاجه، ولكن انا بشوف واحد من افضل حراس الجون في تاريخ مانشستر يونايتد كان في اخر السيزون السنه اللي فاتت ما بيمرش بافضل اوقاته، فالناس كانت قاعده مستنيه اونانا، واونانا كان عامل سيزون تاريخي نهى بيه السنه اللي فاتت. ولكن زي ما بقول لك المنظومه بتاثر على المستويات بتاعه اللعيبه. متوقع ان هو هيصد ضربه الجزاء؟ لا انا توقعت ان هو يعني انا قلت دايما بحس ان سيناريو الكوره هيبقى منصف في بعض انا قلت كوبنهاجن هيدرك التعادل بالظبط يعني. بس هو صدها وصدها حلوه جدا، هو راجل لعيبه في زاويه الشمال وهو نط عمل عليه تيك اوف اكتر من رائع، فكان صد تصدي هائل، والسوكسي كله بتاع مباراه امبارح اتاخد لأونانا. طيب ارسنال فوز 2-1 على اشبيليه، شفت المباراه ازاي؟ مباراه كانت قويه جدا جدا، لان انت بتتكلمي على فريق بيمر بافضل اوقاته من سنين كتيره جدا، وهو ارسنال السنه دي والسنه اللي فاتت مبتدي كويس قوي في الدوري، على بعد نقطه واحده من توتنهام في صداره الدوري الانجليزي، هو الفريق الوحيد اللي قدر يناطح مانشستر سيتي السنه اللي فاتت، ولولا ضعف السكواد الى حد ما مقارنه بالسكواد الموجود عند مانشستر سيتي ما قدرش ان هو يحقق الدوري رغم ان هو كان قريب منه. عجبني جدا ان ارتيتا برغم الهجوم اللي ساعات بتعرض له من جماهير ارسنال ان هو لعب بواقعيه كبيره جدا امبارح. انت بتلعب قدام اشبيليه، واحد من اصعب الفرق اللي في اوروبا اللي بتلعب على ملعبها، ولكن اشبيليه فقد كتير برحيل ياسين بونو، ده في وجهه نظري. يوسف نصير امبارح وسيرج راموس كانوا موجودين امبارح، ولكن ارسنال امبارح لعب تحت الكوره، اعتمد بشكل كبير جدا على التحولات اللي ممكن تبقى موجوده،
خبره خيسوس بقى امبارح كان نجم المباراه الاول بالنسبه لي. الهدف الاول اللي جه لارسنال، الراجل استلم الكره في وسط الملعب، عمل فنت بكعب رجله، رقص الاثنين بتوع اشبيليه، ادى الكره لمارتينيلي، مارتينيلي راح انفراد من نص الملعب، رقص الجون وحط الهدف الاول. والهدف الثاني في اول الشوط الثاني يا اميره، الراجل بياخد الكره من على قوس ال 18 وبيمدها وبيشوط وبيحرز هدف اكتر من رائع. كان خيسوس امبارح كان كلمه السر الارسنال، والناس امبارح كانت بتتفرج على ارسنال، ارسنال مختلف تماما عن ارسنال الدوري الانجليزي اللي بيحب الاستحواذ معاه ودايما على طول بيبقى الكوره معاه ومفيد تنقلات كتيره جدا. ارسنال امبارح كان بيعتمد على التحولات بشكل كبير، كانت مباراه قويه جدا. اشبيليه من الفرق المتمرسه في الدوري الاوروبي، دايما عندهم مشاكل في الشامبيونز ليج، كل سنه يخشوا الشامبيونز ليج يطلعوا من دور المجموعات، يطلعوا مركز ثالث، يروحوا على الدوري الاوروبي يروحوا ياخدوه. يعني هم السنه اللي فاتت كسبوا روما في المباراه النهائيه في الوقت اللي الناس كانت بتقارن مورينيو عمره ما خسر ولا فاينل، وفي نفس الوقت اشبيليه عمرها ما خسرت ولا فاينل في الدوري الاوروبي، ولكن قدروا ان هم ياخدوا الدوري الاوروبي. فكانت مباراه بصراحه قمه امبارح، وتحيه كبيره اكيد لارسنال اللي عنده بقى لعيبه دلوقتي بتعمل معاه الفرق بشكل كبير، وهو طبعا ابرزهم خيسوس اللي لما رجع لمستواه ارسنال اختلف بشكل كبير. ريال مدريد بيواصل تفوقه والفوز على براجا. طبعا ريال مدريد دوري ابطال اوروبا بالنسبه له هي نزهه في دور المجموعات لحد ما يوصل الادوار النهائيه. خلاص ريال مدريد هو الفريق الاكثر بدري قوي، يعني تاريخه لسه كبير جدا. وبالنسبه لي بيلينجهام واحد من افضل الصفقات مع ديكلان رايس السنه دي اتعملت في اوروبا. بيلينجهام مرعب بصراحه مع ريال مدريد. طيب بالحديث عن ريال مدريد والدوري الاسباني، النهارده كمان في مباريات في دوري ابطال اوروبا، برشلونه مع شختار الساعه 8 الا ربع. خلينا نشوف تشافي الامبارح في المؤتمر الصحفي ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم. سعيد بعودة العشاء الخاص بإدارتي برشلونة وريال مدريد، لأن الاحترام يسود بالفعل بين الفريقين. نحاول إدخال اللاعبين الصغار مع الفريق شيئا فشيئا، ولكن يجب أن نكون حذرين، وأنا فخور جدا بهم. واليوم تدرب 12 لاعبا من أكاديمية لا ماسيا برفقتنا. أنشيلوتي كان على حق عما قاله حول التحكيم، يجب أن نكون حذرين في اختيار الكلمات، لأننا إن لم نفعل ذلك سنتعرض للعقوبات. ماركو جويو ولامين جمال وفيرمين لوبيز يتحلون بالتواضع، وهذا يجعلهم يتدربون بشكل قوي. أتفهم الصعوبات التي يعاني منها شختار بسبب الأوضاع في أوكرانيا، ومن الصعب عليهم قضاء وقت طويل بعيدا عن عائلاتهم ومنازلهم، ولكن لديهم داريو سيرنا وهو مدرب جيد، ويمكنني تسمية الكثير من اللاعبين في شختار الذين فاجأوني. نحن سعداء بتواجد إلكاي غوندوغان معنا، وبصفاته القيادية ووجوده في الملعب لا يقدر بثمن. تصريحات منطقية جدا طبعا قبل مباراة اليوم. شايف مباراة النهاردة ازاي، ورأيك كمان في برشلونة الموسم ده؟ برشلونة طبعا اللي عمله السنة دي قبل الانتقالات ما تقفل، ان هو بيجيب اللعيبة الكتيرة قوي دي فري ترانسفيرز في الوقت اللي ما كانش في فلوس خالص في برشلونه من السنه اللي فاتت، واللي بسببها في لعيبه كتيره جدا مشت من برشلونه. ان انت بتجيب واحد زي كانسيلو بيكسر الدنيا مع برشلونه، والادوار اللي بيعملها كانسيلو في الزياده الهجوميه، وعلى طول تحس ان كانسيلو بيلعب كانه بلاي ميكر. واحد زي خواو فيليكس اللاعب البرتغالي اللي كان في اتلتيكو مدريد كان بيقدم مستويات على تفاوت في بعض الاوقات، شفنا خواو فيليكس بيتالق بشكل كبير جدا مع في برشلونه مع وجود فيرود بقوه ليفاندوفسكي. منظومه شبه بقت متكامله دلوقتي مع تشافي اللي قدر ياخد الدوري السنه اللي فاتت من ريال مدريد باقل التكاليف. برشلونه ولابورتا بيجيبوا لعيبه كتيره جدا السنه دي، لعيبه كواليتي عالي جدا مع برشلونه، ماشيين كويس جدا في الدوري. والدوري السنه دي اعتقد ممكن لحد دلوقتي من المعطيات اللي احنا شايفينها برشلونه ممكن يكون اقرب من ريال مدريد. لسه بدري طبعا جدا على الكلام ده، لان ما عداش تقريبا غير 9 اسابيع فقط او 10 اسابيع، ولكن برشلونه ماشي كويس. دوري ابطال اوروبا برشلونه كان بيفتقد يعني مش موجود السنه اللي فاتت، فالسنه دي برشلونه بيعود مره اخرى لدوري ابطال اوروبا، وهو رقم صعب في دوري ابطال اوروبا. فاعتقد ان برشلونه يمشي كويس جدا، يتأهل من دور المجموعات وممكن يروح لحد دور الثمانيه او دور السيمي فاينل بناء طبعا على القرعه اللي هتتعمل. ولكن برشلونه بصراحه مع تشافي اكتر من رائع. يمكن من ضمن المباريات النهارده كمان الساعه 10 في مباراه ما بين يانج بويز ومانشستر سيتي، شايف المباراه ازاي؟ مانشستر سيتي يتفوق بشكل كبير جدا، برغم ان هو بيعاني السنه دي يا اميره بقصه ان مفيش دي بروين
دي بروين هو اللعيب او المحرك الرئيسي لخطط وافكار جوارديولا، هو اللاعب الاكثر يعني صناعه الفرص في مانشستر سيتي هو دي بروين. السنه دي شفنا ان مانشستر سيتي بيعاني احيانا في الدوري بسبب عدم وجود صانع لعب بمهاره دي بروين او بانتاجيه دي بروين. بنشوف ان احيانا بيلاعب فودن في النص بعد كده يودي فودن على الناحيه اليمين، احيانا بنشوف الفاريز هو بيلعب كشادو سترايكر تحت هالاند. وعاوز اقول لك غياب دي بروين مؤثر بشكل قد ايه، نبص على ارقام هالاند السنه اللي فاتت ونبص على ارقام هالاند السنه دي، لو قارنا ما بين ارقام هالاند في بدايه الموسم السنه اللي فاتت وما بين ارقام هالاند في الموسم ده هتشوف ان فرق كبير جدا. ويمكن ده يرجع له لحاجتين، الحاجه الاولانيه هي عدم وجود دي بروين الاكثر انتاجا للفرص واللي كان فاهم بشكل كويس جدا هالاند عامل ازاي، زائد حاجه ثانيه ان هالاند مع الوقت او زي ما احنا اتكلمنا دايما السيزون الاول لاي لعيب بيعمل سيزون خرافي دايما السيزون اللي بعده ما بيبقاش بنفس القوه اللي كان عليها السيزون الاولاني، لان اللعيبه بتدرس بشكل كويس جدا. يعني اقرب مثال قبل ما اخلص اهو، محمد صلاح اول موسم ليه جاب 32 هدف مع ليفربول، السيزون اللي بعده جاب تقريبا 21 هدف فقط ولكن كان هو هداف الدوري. طب خلينا نشوف جوارديولا قال ايه امبارح في المؤتمر الصحفي. اللعب على ملعب من العشب الصناعي، الاتحاد الاوروبي سمح به وسيكون في حاله جيده ولذلك تدربنا عليه لنشعر بسرعه الكره، ولكن حالته أفضل من 99% من ملاعب الفرق الكبيرة. ليس لدي شكوك في جودة جاك جيرليش وما قدمه للفريق، صحيح لقد تأخر في الوصول بعض الشيء هذا الموسم وهو بحاجة لاستعادة النسق، ولكنه سيعود وسنستخدمه وسيساعدنا لأنه يعرف المنافسة الموجودة في مركزه. نحن نلعب بشكل جيد في جميع المباريات وإلا لم نكن قريبين جدا من توتنهام حاليا، ولكن حاليا جميع اللاعبين مختلفين، لأنك عندما تبدأ الموسم بعد موسم سيء في أن تعطي كل شيء، ولكننا لم نكن لنسحب ضمن فرق المقدمة ومحققين الفوز في أول مباريتين بدوري الأبطال إن تكن لدينا العقلية الصحيحة. إيرلينغ هالاند لاعب متواضع جدا ولديه العقلية الصحيحة لتسجيل الأهداف ومساعدتنا على تحقيق أهدافنا. يانج بويز فريق قوي ولديهم لاعبين طوال القامة، والفريق مربوط بشكل جيد مع المهاجمين ويهاجمون بشكل قوي خصوصا من الأطراف وفي ملعبهم ومع حضور جماهيرهم ستكون المباراة صعبة. كنا محظوظين لتواجد أكانجي في الموسم الماضي وتحركنا بشكل سريع للتعاقد معه، هو شاب رائع يستطيع أن يلعب في مركزين أو ثلاثة وسعيد بالعمل معه. دي كانت تصريحات جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم أمام يانج بويز. يمكن المباراة الأقوى النهاردة ما بين باريس سان جيرمان والميلان طبعا. شايف المباراة ازاي؟ هي المجموعة كلها صعبة، المجموعة طبعا هي المجموعة الأصعب أو مجموعة الموت الوحيدة اللي موجودة في دوري أبطال أوروبا السنة دي. كل المجموعات متوازنة إلى حد كبير، دايما هتلاقي فرقتين هم اللي في التوب ليفل، هم اللي بنسبه كبيره هم اللي يتاهلوا للدور الثاني. مجموعه فيها اربع فرق قويه جدا جدا، بنتكلم على الميلان، بنتكلم على بي اس جي، بنتكلم على دورتموند، وبنتكلم على نيوكاسل اللي عامل يعني موسم تاريخي السنه اللي فاتت وبيتاهل الى دوري ابطال اوروبا. يمكن المجموعه اربع نقاط، ثلاث نقاط، نقطتين نقطه. عاوز اقول لك الميزه الكبيره اللي موجوده في المجموعه دي ان هي مش هتحسم الا في اواخر الجولات، واعتقد ان مباراه النهارده دي فرصه الاخيره للبي اس جي ان هو يرجع تاني يخش في المنافسه، لان هو بعد غياب ميسي وبعد غياب نيمار مع وجود لويس انريكي وامبابي باريس سان جيرمان مش اكيد بنفس القوه والسيتي اللي كان موجود عليها السنه اللي فاتت. محمود انا بشكرك ودايما بسعد بوجودك معانا، شرفتني ونورتني. انبسطت جدا والله بوجودي معاك. اشكرك. الله يخليك. يمكن النهارده كان سؤالنا في اللعبه خاص باهدار الفرص للنادي الاهلي، خلينا نشوف متابعينا بعتوا لنا ايه. ادهم علي قال بيصبح علينا صباح الفل عليك، بيقول في رايي حل مشكله اهدار الفرص عن طريق التدريب على التسديد على المرمى بدون حارس اهلاوي افتخر. مروان مكي بيصبح ايضا علينا صباح الفل عليك، بيقول عن طريق التركيز الشديد وعدم التوتر واللعب الجماعي، وتمنياتي بالتوفيق لبعبع افريقيا في القادم. عبد الله جبلي صباح الفل اللي عليك يا عبد الله، بيقول الحمد لله على الصعود واللعيبه لازم تركز في اللي جاي عشان عندهم مباراه صعبه مع سان داونز، والاهلي ضيع مكسب سيمبا هناك بسبب الفرص الكتيره. يمكن كلام متابعينا ما اختلفش عن كلامنا كتير. محمود بشكرك مره ثانيه، شرفتني ونورتني. مشاهدينا بكده وصلنا لختام حلقتنا النهارده من صباح اون تايم، اشوفكم على خير باذن الله بكره في صباح جديد. الى اللقاء.